في الفيديو بتاع النهاردة يا شباب هنقول للمرة المليون بلاش نخلي حد يدينا إبرة عضل وإحنا مش واثقين فيه، بلاش نخلي حد يدينا إبرة عضل وإحنا مش متأكدين الحد ده متمكن في الإبرة العضل ولا لأ، بلاش نخلي حد يجرب فينا. في الفيديو بتاع النهاردة يا شباب خراج نتيجة إبرة عضل غلط، فتح خراج نتيجة إبرة عضل غلط. لو أنت مهتم بالفيديو تابعه معايا للآخر. أول حاجة معانا الخراج ما بيحصلش عشان اديت الابره في مكان غير الربع اللي فوق، يا اما اللي بره الربع اللي فوق لبره بس. الخراج بيحصل معايا لو انا معقمتش المكان كويس، الخراج بيحصل معايا لو انا ما دخلتش بسن الابره كله، اديت مثلا في طبقه الدهون او طبقه الجلد. الخراج بيحصل معايا لو انا معقمتش المكان زي ما قلنا يا شباب، لو انا معقمتش المكان كويس، لو انا اديت فوق ابره عضل قبل كده، يعني مثلا اديت ابرة فوق ابرة ممكن تكلكع معايا وممكن تعمل خراج. تمام، لو انا ما دخلتش بالسن كله، لو انا ما عقمتش المكان كويس، لازم اهتم بالحاجات دي كويس جدا. مش شرط ان انا ادي في مكان غير الربع اللي فوق يا مبره، في حاجات تانية اللي قلنا عليها دلوقتي ممكن برضو تعمل معايا خراج. تابع الفيديو للاخر. اول حاجة معانا يا شباب بنجهز المريض على الوضع المريح ليه، زي ما انتوا شايفين ممكن نايم على جنبه ممكن نايم على بطنه. تمام، بعد كده بنبدأ ان احنا نحضر ادوات التعقيم بتاعتنا، نحضر طبعا البتادين وعلى قطنه، وبنبدأ ان احنا نمسح بين المنطقة دي كلها. تمام، بعد كده يا شباب بنبدأ نجيب الابرة بتاعت التعطير دي زي ما انتوا شايفين كده، بنبدأ ان احنا نحضر المكان اللي معانا نبنجه. اول حاجة الدكتور دلوقتي بيبنج الحالة اللي معايا عشان يبدأ ان هو يفتح الخراج. احنا اول حاجة قلنا يا جماعة مينفعش اي حد يدي، يعني اي حد كده يدي ابرة وخلاص، لازم يكون متخصص في المجال، لازم يكون ادى ابر كتير، لازم يكون متعلم في مكان كويس، لان الخراج ده نتيجة ابرة عضل غلط. يعني مش اي حد يديك ابرة عضل، مش اي حد يديك ابرة عضل. تمام، اول حاجه قلنا علشان ما يطلعش معانا خراج او يظهر معانا خراج، اول حاجه بنعملها ان احنا بنبدا نعقم المكان كويس. تمام، بنبدا نعقم المكان كويس، بنقسم الاليه لاربع ارباع، بندي في الجزء اللي فوق يا اما بره. لو ادينا في الجزء اللي فوق يا اما بره دي كده بنتجنب حاجات كتير جدا، منها ان ما يظهرش خراج. تمام، بنبدأ نقسمها لأربع أرباع، بندي في الجزء اللي فوق يا مبرة، بنبدأ ان احنا نعقم المكان كويس، بنبدأ ان احنا ندخل بالسن كله. تمام، بنبدأ ندخل بالسن كله على حسب الإليا اللي قدامنا. تمام، اي إليا بقى مثلا بسن 3 سنتي ندخل فيها. لو مثلا الشخص اللي قدامي تخين شوية او الإليا بتاعته كبيرة شوية سن 5 سنتي ويدخل كله، لازم اي حد هنديله ابرة السن يدخل كله. تمام، تاني حاجة بعد ما بنطلع بالسن بنضغط على المكان ده لمدة دقيقة او دقيقتين. تمام، لو طلع معانا نقطة دم او نقطتين دم فده عادي. تمام، بنفضل ضاغطين لمدة دقيقة لحد الدم ده ما بيقف معانا، لو لسه بتجيب دم بنضغط من دقيقة لثلاث دقايق، لان بيكون المريض اللي معانا يا بياخد علاج سيولة، تمام، عنده سيولة، او مريض سكر، فطبعا عارفين ان هما الجرح بتاعهم ما بيلمش على طول. وانتوا شايفين دلوقتي قدامكم الخراج اتفتح ازاي وبنعمل ايه. تمام، فيا ريت يا جماعه يا ريت ما نخليش حد يدينا ابره عضل واحنا ما نعرفش هو بيعرف يدي ولا لا، لازم نتاكد الاول. تاني يا جماعه لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا، حاجات بسيطه بس بتفرق جدا. اول حاجه بنقسمها لاربع ارباع، بندي في الربع اللي فوق يا اما بره، بنعقم المكان كويس، بندخل بالسن كله، الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. دلوقتي الدكتور بدا ان هو يعقم المكان. تمام، احنا كده فضينا الخراج كله، ما عادش بنزل حاجه خالص. تمام، الشاش بقى اللي هيدخل في الخراج ده اللي هو اسمه فتيل. تمام،
الفتيل ده احنا بنحطه عشان لو في صديد جوه او اي حاجة جوه ما طلعتش واحنا بننضف كويس، فهي بقى يعني بتيجي على الشاش اللي احنا دخلناه جوه ده اللي هو اسمه الفتيل، تمام. وبنبدأ ان احنا نجيب شاش جواه قطن، تمام، وبنبدأ ان احنا نحطه عليه من بره عشان هنبدأ نقفل دلوقتي الخراج بلزق. طبعا ما ينفعش ان احنا نلزق من غير ما نحط الشاش لان ده جرح، تمام، ومفتوح، يعني الفتيل اللي جوه ده مش هيمنع ان حاجة تطلع بره، يعني لما هنيجي نغير برضو هنلاقي القطن بالشاش اللي احنا حطيناه بره ده هنلاقيه برضو عليه صديد او دم. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو انتم مش مشتركين في القناة اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. مهم جدا يا جماعة ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي قلنا عليها، 5 حاجات بس لازم ناخد بالنا منهم. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.